بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقائنا مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامج فقه الحياة. فضيلة الشيخ، كنا في هذه الحلقة نتحدث عن البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، وقبل الفاصل يعني طلبنا من فضيلتكم الحديث عن أو التعليق عن قرار مجمع البحوث الإسلامية في مصر، والذي يعني تحدث فيه المتحدثون أو خرجوا بإباحة فوائد البنوك. ما مستند هؤلاء؟ والله هذا موضوع يعني خضناه يعني، وحينما أخرج مفتي جمهورية مصر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي حينما كان مفتيا، أخرج كتابا يعني يبيح فيه فوائد البنوك باسم معاملات البنوك، ويخرجها تخريجا لا يقره عليه يعني علماء المسلمين. وأنا رددت عليه في فوائد كتاب البنوك معروف، نعم، اسمه فوائد البنوك هي الربا الحرام. نعم. ورغم ما كان بيني وبينه ما هو مودة من قديم، إلا أني أعتقد إنه لا مجاملة في الحق، نعم، والحق أحق أن يتبع، وخصوصا في الأمور التي تمس حياة الناس وتمس دين الناس. فكان لابد أن نبين الحلال من الحرام في هذه القضية، وشاركني في هذا يعني عشرات ومئات، نعم، العمال العلماء والقرارات المجامع، وصدرت البيانات كثيرة الفقهية، مجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤتمرات المصارف، نعم، الإسلامية، وهيئات الرقابة الشرعية في المتاع، وندوات اقتصادية، وكل هذا يعني وقفوا ضد. هل هؤلاء حجة معينة يعني يقفون عليها أو يستندون عليها؟ هو يعني الشيخ باني كلامه يعني على انه البنك مضارب، بياخد المال يضارب فيه، وكل ما في الامر بيحدد الربح، وبيحدد الربح دي بناء على دراسات معينة يعني. وبعدين بعد ان صار شيخ للازهر يعني عرض الأمر على مجمع البحوث باعتبار شيخ الأزهر هو رئيس مجمع، نعم، البحوث، وأصدر المجمع، تبنى المجمع فتوى الشيخ حينما كان مفتيا وأجازها وصدرت عن المجمع. والحقيقة يعني المجمع خالف نفسه، لأن مجمع البحوث في سنة 1965 حينما كان رئيسه الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون، وكان من أعضائه الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ فرج السنهوري، والشيخ علي الخفيف، إن شاء الله، الشيخ محمد علي السايس، وكبار العلماء، فقهاء متخصصون، فقهاء، نعم، وكان هناك ممثلون ل 35 دولة إسلامية في مؤتمر المجمع، وأصدر المجمع بصريح العبارة يقول إن فوائد البنوك هي الربا الحرام الحرام الحرام، نعم. فالمجمع ناقض نفسه، وليس فيه يعني من يكافئ هؤلاء العلماء، نقول علماء ضد علماء، ده هو ما فيش إلا أربعة يعني من علماء الفقه، والباقي بعضهم اقتصاديين وقانونيين ومهندسين وأطباء، ويعني مختلف التخصصات، نعم، فأربعة فقه ما كانوش على قلب رجل واحد، بعضهم عارض يعني هذا الموضوع، نعم، أخونا الدكتور رأفت عثمان، وأخونا، نعم، الشيخ عبد الفتاح الشيخ، وبعض هؤلاء عارضوا، نعم. فالحقيقة ولم يكن لهم يعني منطق. أنا رددت عليهم في كتاب الفتاوى الشاذة، ورد عليهم أخونا العالم الكويتي الجليل
الشيخ عجيل النشمي. عجيل النشمي نعم. رد لم يبين ان الكلام اللي قاله غير صحيح يعني. نعم. يعني طيب فضلت الشيخ، يعني في الآونة الأخيرة أصبح للبنوك الإسلامية رواج، وبالتالي استطاعت أن تستقطب عددا كبيرا من عملاء البنوك التقليدية أو البنوك التجارية أو الربوية، وبالتالي أيضا فتحت البنوك العادية نوافذ أو فروع للبنوك الإسلامية. فما يعني رأيكم في هذا الأمر؟ الغربيين يعني بيرصدوا ما يجري في العالم الإسلامي. نعم. يعني هناك أجهزة راصدة حساسة يعني ترصد الاقتصاد وترصد السياسة وترصد الثقافة وترصد ما يدري، فوجدوا إن البنوك الإسلامية هذه أصبح فيها مليارات، عشرات المليارات، فأرادوا إنه لكن نترك المسلمين لوحدهم ندخل في هذه الأشياء. نعم. حتى نكسب معهم ونشوف يعني ماذا يريدون، نعمل لهم اللي احنا يعني يريدونه. نعم. مرابحة، نعمل مرابحة. إدارة منتهية بالتمليك، نعمل إدارة منتهية بالتمليك. سلم، نعمل سلم. استصناع يعني وهكذا. فدخلت البنوك الأمريكية والأوروبية الكبيرة العالمية وعملت لها فروعا ونوافذ في بلاد الإسلامية، وبعض البنوك المحلية يعني أيضا فتحت هذه النوافذ. حكم التعامل مع هذه الفروع؟ أنا يعني طبعا هذا يطمئن أن يعني البنوك الإسلامية يعني قوية. نعم. ليست هشة زي ما أنت ذكرت عن بعض الناس اللي بيقولوا البنوك الإسلامية هشة. نعم. لا، زي هشة، لو كانت هشة ما كانش دخلت فيها هذه، وكل يوم تتسع. نعم. يعني أصبح البنوك الإسلامية الآن أعداد هائلة وتضخ فيها أموال يعني ضخمة يعني جدا، وزادت قوتها في الأزمة الأخيرة دي، لأن البنوك الإسلامية لم يصبها يعني شيء في هذه الأزمة وظلت محتفظة. نعم. يعني بقوتها. صحيح يمكن المعاملات شوية خفت في بعض الأشياء وبعض الأسواق وبعض، إنما البنوك بهيكلها وبأصولها وبرأس مالها ويعني بقوتها المادية والمعنوية راسخة القدم والحمد لله. فهذه أنا أرى إن طبعا إذا كان الإنسان بيفاضل ويوازن في التعامل، يتعامل مع البنك الأصلي ولا البنك الفرعي، أنا أرى إن طبعا التعامل مع البنك الإسلامي الأصلي أولى. نعم. لماذا؟ لأنه الميزانية واحدة. يعني في الحقيقة إن ميزانية الفرع هي ميزانية من ميزانية الأصل. نعم. ولا تكاد يعني تختلف. بعض البنوك لها خاصية مثل بنك قطر الوطني الإسلامي. نعم. يعني أعطوا له ميزانية خاصة يعني، وبنك الدوحة الإسلامي. نعم. ما أعرفش عن بنك الدوحة. نعم. الإسلامي، إنما البنك قطر الوطني الإسلامي. فيعني إذا كان لابد الواحد يتعامل مع الأصل إلا إذا اطمأن إلى قوة الفرع وأن أصبحت له يعني أصالة ورسوخ في الجانب الشرعي، فلا مانع من أنه يتعامل معه. نعم. في هذه الناحية طبعا البنوك الإسلامية ما قامت إلا على أكتاف الهيئات الشرعية، هي التي جعلت لها مسوغا لدى الشعوب الإسلامية، لأن الشعوب تريد أن من يقول هذا حلال وهذا حرام. وفضيلتكم تترأس عدد من الهيئات الشرعية وعضو في كثير منها، وهل ترى أن الهيئات، أن البنوك الإسلامية تقوم بدورها، وأن الهيئات أيضا تقوم بالدور المنوط بها كذلك؟ أنا يعني في وقت من الأوقات كنت أرأس يعني حوالي 10 بنوك يعني إسلامية. نعم. ورئيس هيئة الرقابة لهذه البنوك 9 أو 10 أحيانا. نعم. وتختلف البنوك الحقيقة بعضها من بعض، فهناك بنوك يعني حريصة على تحري الحلال. نعم. وتشدد في هذا وتقول لهيئة الرقابة لا نريد أن نأكل مالا حراما، وهذه
لم تكتفي بالرقابة الشرعية العامة، وإنما أحدثت شيء اسمه الرقابة الشرعية الداخلية. نعم. التدقيق الداخل. الشرعي الداخلي، بحيث تنظر في المعاملات اليومية وترى ماذا فيها من خلل أو من أخطاء أو من عيوب تطبيقية، وترفعها للهيئة الرقابة العامة. هي ذراع الرقابة كما يقولون. نعم. هي ذراع الهيئة. ذراع الهيئة والتدقيق الداخلي. نعم. بالرقابة العامة بتنظر، إنما عشان تشوف المعاملات يعني. وبعض البنوك يعني اشترت في ذلك خطوات واسعة يعني، فلا نستطيع أن نقول إن كل البنوك بعض. في بعض إخواننا يعني من علماء البنوك بعضهم متساهلون، بعضهم يعني يفتون في ما يسمونه التسهيل أو التيسير والمرابحة العكسية والتورق المنظم وهذه الأشياء. وأنا يعني الحقيقة من سنين وأنا ضد هذا الاتجاه. نعم. تورق البنوك ومعظمه قائم على السلع والمعادن، والسلع والمعادن عملية شكلية يعني حقيقة، ليس فيها سلعة ولا معدن ولا تعفى. ومن سنين دعت ندوة البركة في إحدى ندواتها الرمضانية الاقتصادية للوقوف ضد هذا التوجه، وكنت أنا من الذين دعوا عدد من العلماء، وقفنا ضد هذا التوجه الشكلية، أن تسيطر الشكلية على البنوك الإسلامية. هل هناك ضغوط فضيلة الشيخ؟ احنا يعني أنا أعتبر أنه الشرع مبني على مقاصد. نعم. ونعتبر المقاصد دي ليست يعني شيء يعني على هامش الشرع، لا ده هي أساس الشرع. فمن لم يعتبر المقاصد واعتبر الشكليات أو أجاز الحيل، نعرف أن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم أوسع القول في عملية محاربة الحيل، الحيل ضد الشرع وضد سد الذرائع وضد المقاصد. فبقى بعض الأحيان البنوك الإسلامية وقعت أسيرة في أنها تحاول أن الأمر يصح شكليا، وإن كان ضد ما مقصد الشرع الإسلامي والاقتصاد الإسلامي. فهذا ما يعني أحذر منه. وبدأ هذا الفقه يعني يقاوم فقه الشكلية وفقه نعم الحيل وهذه نعم الأشياء، بدأ يجد مقاومة يعني قوية. حتى إن المجمع الفقه الإسلامي الذي عقد أخيرا في إمارة الشارقة أصدر قرارا يعني يحرم فيه هذه الأشياء مثل التورق المنظم وهذه الأشياء، ويوجب العمل بمقاصد الشرع وبالأهداف تحقيق الأهداف الحقيقية للاقتصاد الإسلامي. وهذا ما أتبناه وأنادي به، وأرى أنه لا سبيل لإنقاذ الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية إلا بهذا الاتجاه. طيب فضيلة الشيخ، هل تلحظون أن ضغوطا ما يعني تلاحق بعض الهيئات للتيسير أو التخفيف أو لمجاراة الأمر الواقع؟ وأرجو أن تكون الإجابة باختصار شديد. لا والله ما نعم ما لم ألحظ يعني ذلك، وإنما لاحظت بالعكس أن بعض رؤساء المجالس الإدارة في البنوك أنهم يعني يقولون نحن نريد أن نأكل مالا حلالا. نعم. صحيح نريد أن نربح، ولكن ربحا حلالا. فلا ليس المسؤول عن هذا هم أصحاب المال، ولكن العلماء. نعم. علماء الرقابة الشرعية هم المسؤولون أولا وأخيرا عن هذا الأمر. فضيلة الشيخ، في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى فضيلتكم بجزيل الشكر، ونتوجه إلى الإخوة الكرام كذلك بجزيل الشكر، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.